مكملين معاكم في الاخبار ونروح لفريق كره القدم بالنادي الاهلي وريني فايلر يصوب على اخطاء في المران الجماعي اكيد بعد العوده من افريقيا في بعض الاخطاء المستر فايلر بيحاول ان هو يصححها ويحاول يشتغل عليها مع فريق كره القدم قبل مباراه يوم الجمعه ان شاء الله وده امر طبيعي جدا بالنسبه لمدير فني لسه جديد على الفريق ولسه اللعيبه جديده عليه. جلسه ما بين فايلر وكابتن سيد عبد الحفيظ قبل انطلاق المران شيء طبيعي جدا يكون في تنسيق واجتماعات اول باول بين الكابتن سيد ومستر ريني فايلر لتنسيق كل شيء لتنسيق المرحله اللي جايه والامور القادمه والوقوف على كل ما هو جديد وكل ما هو قادم واحتياج الفريق الاول وايضا لو في بعض النقاط من الكابتن سيد حابب يوضحها للجهاز الفني ده امر طبيعي جدا. محمد محمود يشارك في المران البدني، محمد محمود لاعب النادي الاهلي اخيرا بسم الله ما شاء الله بعد عوده من الاصابه بيشارك مع الفريق الاول بالنادي الاهلي في المران البدني وبيكمل التمرين مع اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراه كانو سبورت الغيني وبالتالي محمد محمود اعتقد ان دي اول مره يشارك في مران كامل منذ تعافيه من الاصابه، ربنا يا رب يرجعه بالف سلامه ويحفظه من الاصابه اللعينه اللي جات له في بدايه تعاقده مع النادي الاهلي واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر. مستر رينيه فايلر يطلب تسجيلات لنادي الزمالك وده امر طبيعي جدا ان الراجل ما اتفرجش على نادي الزمالك بشكل مفصل لازم يكون في تسجيلات ومباريات وماتشات واكيد اتفرج عليهم في اللقاء الاخير في البطولة الأفريقية وبالتالي بدأ يحط إيده على نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق نادي الزمالك اللي إن شاء الله هيواجهه بعد أربع أيام في السوبر المصري على ملعب برج العرب إن شاء الله. كابتن سامي قمصان الفوز الافريقي دافع قوي للاهلي قبل السوبر، طبيعي جدا ان كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي قال ان صعوبه المواجهه ما بين الاهلي والزمالك في مباراه السوبر لكن المباراه اكيد تحظى باهميه كبيره كونها ما بين طرفين مهمين جدا للاهلي والزمالك وقمه الكره المصريه غير انها سوبر المصري وهتتحس البطوله لايا كان مين فيهم اللي هيكسب، لكن كابتن سامي قال ان ما حققه النادي امام فريق كانو سبورت الغيني طبعا هو يعني دفعه معنويه قويه قبل المباراه وزي ما بقول لحضراتكم مكسب يجيب مكسب ان شاء الله ده اللي احنا هنشوفه وهنعيشه وهنحسه في مباراه يوم الجمعه القادم واحنا ان شاء الله بعد المباراه بنحتفل بلقب النادي الاهلي وفوزه بالسوبر المحلي على نادي الزمالك ان شاء الله اخيرا مباراه عايزينها في اطار الروح الرياضيه مباراه محترمه من الجمهورين ومباراه ايضا تخرج من اللعيبه بشكل يليق بسمعه ومكانه الكره المصريه نتمناها مباراه خاليه بدون اي اصابات نتمناها مباراه فيها امتاع لكل عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية وكل عشاق كرة في الوطن العربي وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع والنادي الاهلي ان شاء الله نتمنى فوز النادي الاهلي كنا واحد من عشاق ومشجعين النادي الاهلي وايضا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك نروح